السياق العام ديالها هو انه الوقفه كتصادف الذكرى 75 للنكبه ديال احتلال الاراضي الفلسطينيه من طرف الكيان الصهيوني الغاصب، وكتصادف كذلك العدوان الغاشم الاخير على قاده المقاومه الفلسطينيه بغزه. والهدف من الوقفه هو الاستنكار والادانه ديال العمل الاجرامي اللي كيقوم به العدو الصهيوني تجاه الشعب الفلسطيني عامه، وتجاه كذلك قضاء المقاومه. وكذلك جينا باش نعبروا كذلك ان المقاومه والوحده ديال الفصائل الشعب الفلسطيني استطاعت انها في 48 ساعه الاخيره انها تحقق واحد الاتفاق. هذا الاتفاق اللي تنعتبره ايجابي ولصالح المقاومه الفلسطينيه ولصالح الشعب الفلسطيني. دونك الحضور ديالنا اولا من اجل الادانه ديال هذا العمل العدواني الغاشم، وكذلك بالاشاده بالانتصار ديال المقاومه من خلال الاتفاق اللي تم توقيع عليه. وان كان حنا كشعوب وكلجنه كسكرتاريه محليه ما كنتيقوش في هذا العدو، لانه مرارا ما تلتزم شيء بالاتفاقات. هذا اتفاق مرحلي، ولكن غادي يبقى مستمر المقاومه وغيبقى مستمر ديال الشعوب وديالنا حنا هنا في المغرب للتضامن ودعم نضال الشعب الفلسطيني. كتعرفوا بين ما حنا وصلنا لفهم واحد التاريخ المهم هو النكبه. دونك هنا اليوم في الدار البيضاء باش نعاود نذكروا بين ما حنا مع الشعب الفلسطيني، وحنا كنحيوا المقاومه الفلسطينيه، وحنا غادي نبقاو دائما نساندوا القضيه الفلسطينيه رغم هذا التطبيع، رغم هذا الشيء اللي كنشوفوا. خصنا ناخذوا النموذج من هذا من هذا من هذا هذا لا ريزيستانس وهذا المقاومه. راه الناس راه قريب 100 عام وهما ما ساكتينش. هذا الميساج اللي خصو نعرفوا، راه الشعب الفلسطيني ما غيسكتش. هذا الاسبوع هو اسبوع للمقاومه الفلسطينيه باسرها، وليس الجهاد فقط كما يقال. وجهت للجيش الصهيوني وقصفت يعني بصواريخ من غزة، وهذه معركة كبيرة ردا على الاغتيالات اللي تعرضوا له يعني قادة من المقاومة الفلسطينية. ونتج عن هذا القصف الوحشي يعني موت يعني 35 يعني مدني فلسطيني بما فيها أطفال. واليوم جينا كذلك نستنكروا همجيات المحتل الصهيوني الذي استمر منذ النكبة، لأنه النكبة يعني في الحقيقة مستمرة، وهذا الشيء لأنه كيطردوا فلسطينيين يوميا من ديورهم من القرى ديالهم. هذا علاش كنقولوا الشعار ديال اليوم هي أن النكبة مستمرة والمقاومة مستمرة. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.